الاسم ديالي سناء، ام لجوج ابناء. المشكل ديالي سيدي، انا محكوم عليا بالافراغ في 11 في شهر 3، وعلمتني السلطه قالوا لي ان شاء الله مهنة 30 ما عندناش الحق باش نخليوك. ومع هذا الوباء اللي خرج عاودت مشيت لعندهم والتمسوا مني باش يشوفوا كيفاش يديروا المشكل ديالي. وانا سيدي مشيت وبغيو يعاونوني السلطه من عندهم من جيبهم، الله يجازيهم بالخير. بغيت نمشي قلبت باش نلقى شي سكن، كلشي تيقول لي على حساب هذا الوباء، تيسالي هذا الوباء، تيسالي هذا الوباء. وانا عيت سيدي وعندي جوج الوليدات وما نقدرش نبقى ما نقدرش نخرج بهم، وما يمكن ليش نبقى عند الناس وانا محكوم عليا بافراغ. وكتشوف الصحه ديالي ما كتسمحش ليا، لا 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 حول ولا قوه الا بالله. التمس من قوتي ما سنين كانوا كيسمعوني ويشوفوني، كنطلب حتى شي حاجة، كنطلب غير نستقر، حياتي تستقر مع وليداتي وحياتي تكون نظيفة. لأن بالنسبة لهاد الناس جمعوا لي سيدي 4 شهور كاملة، كان الشهر الأول ديت لهم فلوسهم ما بغاوش يقبطوهم، الشهر الثاني داني مرة جنيت الشهر ديالهم قال لي يا سيدي دي فلوسك خوي لي محالي، قال لي بدون مبرر. علاش سيدي؟ قال لي نخوي لك محالي، قال لي ما بقيتش بغيتك تبقى تسكن ليا تما، انت انا باغي داري على حساب لما سمعنا يمكن كاين شي استفاده في هذا المنصب. من بعد منا قطعوا لنا الماء باش حنايا ما نبقاوش نسكنوا مع عندهم، شويه حرشوا على الجيران. الحمد لله الجيران كيخافوا الله عز وجل كل باش كيعاونك. دابا مع هذا الوباء اللي واقع، لا ما الحمد لله راه عاطيني كيعاونوني الناس، كيعطوني سطيلات، كيعطوني بيتزات. وانا دابا جاني الافراغ وما عرفتش فين نمشي انا وليداتي بزاف. وليت انا مابقيتش نفكر، كنقول الحمد لله الوباء ديال الله عز وجل، ولاني محكوم لك الانسان كيقول لك حمي صحتك ريح في محالك، وهذا المحل ما عندكش، هو محكوم عليك 30. كل لقيت فين نمشي والله تنمشي، اقسم لك بالله لا قسم ما نبقى عندي كرامتي ما تسمحش لي انا عيشه مستقله انا وليداتي ونصب لهم حويجاتهم وكون عيشه نظيفه. هو لا ما لا سكن، محكوم عليك افراغ. هاد الناس اسيدي من جمعت لهم المبلغ ديالهم مشيت لعندهم انا والام ديالي والزوج ديالي وقلنا لهم هاكو هاد البركه. قال لي يا سيدي هذيك البركه ما بغيناهاش، انا حنا بغيناك تخوي لنا محلنا. وبقاو هما متابعيني والحمد لله ربي كبير كيدير ليا مجرى. ودابا ملزوم عليا انني نفرغ لانهم علموني وخفت انا مع هذا الوباء في غنمشي انا وليداتي. حتى لا كانت نيت عندهم الحق غيخرجوني، اه حقهم هذاك محالهم، انا ما ناخذش حاجه ماشي ملكي، ولاني انا في غنمشي انا وليداتي. وهذا الوباء ما بقيتش عارفه في غنمشي انا وليداتي، حتى كون كانوا عائلتي ميسورين الحمد لله ما يخليونيش. على قد الحال دابا حاليا ما خدامش القوت ديالنا المعيشي اليومي، كل مره كيخرج لنا مثلا دواء حليب موتور كيخسر، ممكنش لك غتجمع واحد المبلغ في الشهر وكتجمعو وكديباني، وربما كيعاونونا حتى عائلاتنا وعائلاتهم الله يكثر خيرهم. من هذا المنبر كنوجه لهم التحيه وكنقول لهم شكرا كاملين، عمركم خليتونا. ولكن العيال اللي يعطيو ما يعين اللي يشد، حتى هذا الانسان غيبقى يعاونك. رسالة لخوتي المحسنين، راه مرة كيشوفوا الله سبحانه وتعالى كيشوف، وهم الله سبحانه وتعالى كيسخرهم، الله يجازيهم بالخير. إلا بغاو يحلوا الله يجازيكم بالخير. شوفوا على وجه الله وليداتي.